رغم ان احنا في مرحله اقتصاديه صعبه مصر بتمر بيها، لكن في نفس الوقت عندنا تحدي كبير جدا من سنه 2017. مصر كلها مستنيه وصول المنتخب باذن الله لكاس العالم في 2018، وبالتالي نتمنى ان احنا كلنا نشتغل ايد واحده، يكون عندنا تعاون، يكون عندنا انكار ذات، يكون عندنا اخلاص شديد جدا، لان الظروف بتاعتنا صعبه وفي نفس الوقت الاحلام بتاعتنا كبيره. سالتك نتناقش مع الناس، هم الجمعية العمومية هي لو ليها حاجة، احنا نتكلم بنجتمع عشان بعض البنود بعض النقاط، وانا اعتقد يعني الموضوع ان شاء الله يمشي بشكل محترم. احنا علاقتنا بالجمعية علاقة ودية، وعلاقة احنا في الاخر بنخدم الجمعية العمومية، احنا جايين هم اللي انتخبونا عشان نعمل حاجة لصالح العام، فان شاء الله باذن الله تكون حاجة محترمة ان شاء الله. احنا سعداء ان احنا نشوف الجمعية العمومية العمل العادية بعد الانتخابات بشهرين ونص، ودي طبعا خطوة كويسة. احنا عايزين نبدأ بحوار، نبدأ ان ما يبقاش فيه على طول جمعية عمومية عشان الانتخابات، ما يبقاش عشان حاجة، لا دي جمعية عمومية غير عادية بنود فلاح عشان تسهل معظمها تسهيل اجراءات يعني.